سلمى، يعني أنا وياكي قاعدين عم نطلع يمكن على ما بقي من الإخبارية السورية، يمكن المكان تهدم واستهدف الإرهاب، لكن الحقيقة أن الكوادر بعدها موجودة وبعدها عم تعطي أكثر، وصار عندها يمكن تحدي أكثر حتى توصل الصورة، لأنه هالصورة وجعت الناس اللي كانت فعلا عم تستهدف كل كلمة حق، وكانت فعلا عم تستهدف أرض سوريا وشعبها. فنحن اليوم ما رح نكون مع أولى هالكوادر بنفس هالمكان، كانت أولى الخطوات بنفس المقاومة بالصوت والصورة، بعين رصدت ووثقت وألم سطر أساطير وملاحم وبطولات الجيش العربي السوري. المسؤولية كانت مضاعفة وتزامنت مع بداية الحرب على سوريا والأزمة اللي مرت فيها سوريا. كنا بنفس الجبهات مع الجيش العربي السوري. اليوم رح نحكي أكثر عن تفاصيل هالمكان، عن أولى الخطوات، أول نفس وأول ضوء أحمر بيشعل على الهواء، وبيكون في على الهواء طبعا أول نشرات الأخبار، ونكون معكم فيه. أكيد رح نكون مع الأستاذة معتصم عيسى مدير منظومة الأخبار بالإخبارية السورية. صباحك خير أستاذ. صباح الخير. يسعد صباحك أستاذ معتصم. صباح كلمة الحق وكلمة النصر دائما. يعني نحن اليوم عم نحكي ضمن هذا المكان اللي كان شاهد على الخطوات الأولى لقناة الإخبارية السورية اللي ولدت بقلب ومن رحم الأزمة والحرب. خلينا نحكي عن المسؤولية اللي كانت على منظومة الأخبار بهذاك الوقت، وخصوصا أنه أنتوا بدأتوا بأول دفاع إعلامي عن سوريا. أولا صباح الخير لكم المشاهدين. الإخبارية السورية بدأت كمشروع في العام 2010. طبعا ما كان في مقر لقناة الإخبارية السورية، كنا موجودين بمكتب في دمشق. لاحقا تم اختيار هالمكان بدروشة ليكون مقر للقناة، وطبعا ما كان مهيأ ليكون من حيث المباني أو التجهيزات، وصار الشغل على مدار فترة طويلة وبصبر وتعب من الزملاء جميعا لحتى أنجز، وصار مبنى يعني جاهز للعمل الإعلامي. طبعا المسؤولية بداية الحرب كانت مضاعفة بحكم أنه الظروف استثنائية، مع أن القناة كانت لسه ناشئة أو وليدة وفي بداية خطواتها على طريق الإعلام. هذا الشيء رتب مسؤوليات إضافية وجهد إضافي والتزام أكبر عند كوادر الإخبارية السورية. التجربة كانت بالبداية صعبة مؤكد من حيث الإمكانيات المحدودة المادية والتقنية، لكن عزيمة الزملاء يعني خلت العمل يكون أكثر نشاط وواكب قدر الإمكان التطورات اللي صارت مع بداية الأزمة في سوريا. نعم أستاذ، يعني بنفس هاليوم 27/6/2012 تم استهداف الإخبارية السورية، كيف دريت بالخبر؟ كيف كانت ردود الفعل لما اجيتوا على المكان بعد ما يعني صارت الحادثه، لما سمعت باستشهاد الزملاء؟ خبرنا عن هذاك اليوم لو بدي هيك يقالمك بموضوع بالذاكره شوي، بس خلينا نعرف تفاصيل. طبعا هي مؤكد ذكرى مؤلمه. الزملاء اللي استشهدوا في هالمكان ما كان صار لنا ساعات مبتعدين عنهم. طبعا مشينا من القناة مساء 26 الشهر، وما كان حدا بيخطر له انه حدا بيفكر بهالذهنية الإجرامية لحتى يستهدف وسيلة إعلامية. ثاني يوم صباحا صباح 27/6 وقت مبكر كان استهداف الإخباري، انتشر الخبر بسرعة. كان صدمة بمعنى الكلمة، لأنه ما حدا كان متوقع انه يعني يتم استهداف وسيلة إعلامية بهالهمجية وبهالطريقة الإجرامية، خاصة أنه ارتقى شهداء عنا، تم تدمير المبنى بأكمله، زرع المفخخات، يعني بحقد خلينا يعني غير مسبوق. خلينا نقول للمشاهدين أي ساعة بالضبط صار الاستهداف؟ هو فجر 27 الشهر فجر. تماماً. تسللوا الإرهابيين لهالمكان، وكان في بعض الزملاء المناوبين الموجودين اللي هن ارتقوا شهداء. طبعاً ذكرى مؤلمة مؤكد، لأنه صدمة بكل المقاييس، ويمكن سابقة على صعيد الإعلام بأي مكان بالعالم يتم استهداف مقر لقناة تلفزيونية، خاصة أنه الإعلام يفترض يكون محيد عن أي عمل يعني خلال فترات الحروب.
للأسف هاي الذهنية اللي عم يفكروا فيها، يمكن فكروا بدهم يسكتوا صوت الإخباري. كانوا طبعا بداية الحرب عم يبثوا كتير من الأخبار الملفقة وكتير من ما فينا نسميها معلومات، بس يعني كانوا يضخوا كتير من الأخبار الهدف التضليل منها والتحريض والتجيش ضد سوريا وضد الشعب العربي السوري وضد الجيش. الإخبارية كانت عم تقوم بدورها بحيث أنه تفند ادعاءاتهم، تنقل الحقيقة والواقع تماما، وهذا دورها. يعني كانت من البداية الإخبارية اتخذت لنفسها شعار عين على الواقع. عين على الواقع يعني هذا الشيء بيرتب علينا التزام بأن نكون إلى جانب الحقيقة. هذا الشيء طبعا كان مزعج بالنسبة للإرهابيين وداعمي الإرهاب، وبالتالي استهدفوا هالمكان، وطبعا كان في شهداء نترحم عليهم، لكن العزيمة دائما هي المقياس. يمكن من هالمكان اللي صار فيها العمل الإجرامي أو الإرهابي الكبير والمروع، كان في شعلة انطلقت لعزيمة أكبر في مجال الإعلام. هذا اللي كان بدي أسألك عليه أستاذ معتصم. يعني مثل ما قلت استهدفوا المكان، وأكيد الرحمة لأرواح شهداء الإعلام السوري وزملائنا بالإخبارية السورية، ولكن ردة الفعل كانت أقوى وكان في إصرار أكثر من كادر الإخبارية السورية على الاستمرار. خلينا نحكي عن ردة الفعل اللي كانت فورا بنفس اليوم، بنفس يوم التفجير، لما كان الهدف أنه يسكت صوت الحق. طبعا بما أنه كان الهدف هو تحييد الإخبارية عن ساحة الإعلام، كادر الإخباري بأكمله إجا لها المكان ليعلن أنه مستمر. وطبعا كادر الإخباري كان حريص على أن الإخباري تستمر ونضل على الهواء، والدليل أنه ما انقطع بسنا إلا يعني لفترة وجيزة جدا، وبعد يمكن نصف ساعة كنا على الهواء، ويعني استمرت برامجنا بطريقة أو بأخرى. الكادر حتى اللي ما عنده دوام، اللي كان بمحافظة تاني، إجا لهون ليثبت أنه لازم نستمر ولازم نكفي الطريق. حتى لو كان المكان مدمر انتقلنا لمكان تاني للهيئة العامة لإذاعة التلفزيون، ما كان في مكان مهيئ يستقبل كادر الإخباري وقناة بأكملها تيجي على مكان آخر يعني وتقوم بعمل إعلامي في ظروف الحرب، إلا أنه الزملاء كانوا في أماكن بالكرادورات على الدرج وين ما كان عم يشتغلوا بإمكانيات يعني ما بدنا نقول بسيطة، ما هي يعني دون البسيطة، إلا أنه كان في إصرار على وعزيمة على أنه تستمر القناة واستمرت. والدليل أنه يمكن خلال فترة الحرب استطاعت الإخبارية أن تترك أثر مهما كان بسيط في ذهن المشاهد، بدليل أنه هذا المكان المدمر كان يعني نقطة لانطلاق عمل إعلامي في عزيمة أكبر وانتماء للقضية الأكبر اللي هي سوريا. نعم، يعني أستاذ معتصم خلينا نقول كمان أنه هي الصورة لما كنتوا أنتوا قاعدين حتى على الدراج وماسكين اللابتوبات، كل واحد جايب لابتوبه من البيت عم يشتغل عم بيحرر أخبار ما بتنتسى من كل اللي كان أيضا موجود بالهيئة. يعني كانوا يشوفوا هذا الشغف، خلينا نقول ما هو واجب، هو شغف لحتى تطلع وتكمل الإخبارية السورية، وهذا كان يمكن بيميزها للإخبارية السورية عن باقي يمكن المحطات الأخرى. خلينا نحكي شوي، الإخبارية السورية كانت من بداية الأزمة بسوريا مواكبة لأبسط التفاصيل، وكانت فعلا يعني عم تغطي الحدث الميداني مع رجال الجيش العربي السوري خطوة بخطوة. وطبعا يعني معروفة قدي كان في عنا حكاية، وحتى شهدتنا يارا عباس كمان منترحم عليها، وأيضا يارا صالح اللي رح تكون معنا ضيفة، كان لهم حكاية أيضا مع الجيش العربي السوري. خلينا نحكي عن هذا التفصيل، انه لما كنا نحن مع الجيش العربي السوري وما زلنا عم نواكب هي الخطوات وهي الحقيقه، كيف قدرتوا انتوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت عم تعمل حرب اعلاميه خلينا نقول ومضاده ايضا، كيف كمان كنتوا عم تنافسوا على هي الجبهات وخاصه فيما يتعلق بهذا الشق الميداني؟ يعني من بدايه الحرب على سوريا كان في ضخ اعلامي من داعمي الإرهاب طبعا اللي بيمتلكوا إمكانيات ضخمة، سخروا كل إمكانياتهم لتشويه وتزوير الحقائق والوقائع في سوريا، حاولوا النيل من عزيمة الشعب السوري، حاولوا النيل من سمعة الجيش العربي السوري، حاولوا أنه ينقلوا أحداث ووقائع يعني غير موجودة أساسا. اتصدى الإعلام الوطني بشكل عام لمهمة تفنيد مزاعم الإرهابيين وداعميهم مع فارق الإمكانيات بين الإعلام الوطني وبين القنوات الشريكة في سفك الدم السوري. مع مرور الوقت يمكن الإعلام الوطني اكتسب خبرة
ومراس إلى حد ما في التعامل مع هذه الحالات، أصبح أكثر قدرة على تفنيد مزاعمهم وعلى إيصال الحقيقة بطريقة أفضل. نعم. العمل يعني المتكامل غير موجود في أي مكان في العالم، لكن ظروف الحرب عطت عزيمي للإعلام الوطني وإرادي. نرجع منقول يعني يمكن كادر الإخباري اللي فجع باستشهاد عدد من الزملاء وجرحى عنا كمان إصابات، في بعضهم إصابات بليغة لليوم يعني بتر أطراف وغيرها. فنحن يعني هذا الاستهداف يعني الممنهج والمبرمج للإعلام الوطني كان حافز إضافي، وبالتالي طبعا وسائل التواصل الاجتماعي كانت ساحة بالنسبة للإرهابيين للاستهداف من نوع آخر، الاستهداف الإعلامي، محاولة النيل من عزيمة السوريين على كافة الصعد. ومع مرور الوقت يعني كانت يمكن المواد اللي عم تطلع على الإخبارية السورية، كشف التضليل الإعلامي أو غيرها، تماما نتذكر جميعا خلال الهجمة الإعلامية اللي كانت تستهدف سوريا بأذهان كادر الإخبارية السورية. على كل الصعب مرافقة الجيش العربي السوري، طبعا عنا شهداء مثل ما ذكرتي خلال مرافقتهم للجيش العربي السوري، نترحم عليهم على شهداء الجيش العربي السوري. يمكن الاستهداف الإخباري خلى فيه عند زملائنا نوع من السباق انه يكونوا على الجبهات، بمعنى يعني دماء زملائنا اللي روت هالمكان هون بدروشة خلت يكون حافز عند الآخرين إنه يتسابقوا ليقدموا شيء إضافي ليكونوا على الجبهات، لحتى يكونوا إلى جانب الجيش العربي السوري. طبعا محاربين من نوع آخر، مدنيين بالكاميرا بالقلم بالصوت بنقل الحقيقة. نعم. يعني نتمنى يكون يعني هذا الموضوع وصل للمشاهد بطريقة أو بأخرى خلال سنوات الحرب. أكيد. يعني نحن ما زلنا مستمرين مثل ما قلت أستاذ معتصم، قدمنا شهداء وأيضا كان جرحى ومخطوفين زميلة يارا، وأيضا الآن الزميل محمد الصغير اللي عم بيأدي مهمته وتم اختطافه وهو يغطي حقيقة حرائق القمح في سوريا. يعني قديه مهم اليوم هاي الرسالة اللي لساتها مستمرة ونفس الصوت ما زال مستمر لكشف الحقيقة مهما طال الزمن. طبعا زميلنا محمد الصغير مثل أي زميل آخر في الإخبارية السورية يسعى لنقل الحقيقة. هذا الأمر أزعج ميليشيات قسد اللي هي عم تحرق محاصيل المزارعين، ويمكن انتشرت خلال اليومين الماضيين فيديوهات مقاطع تظهر حقيقة ما يعني عم يحتفلوا قرب المزارع والحقول المحترقة. يعني ما بعرف إذا في صورة بتعبر أكثر من هيك، من يسمون أنفسهم بالبشر المدافعين عن قضية معينة من وجهة نظرهم، طبعا هم لا يدافعون إلا عن الباطل، يحتفلون بحرق المحاصيل الزراعية. هاي الصورة اللي كان عم يحاول ينقلها محمد الصغير، من المسؤول عن حرق هذه المحاصيل الزراعية؟ من المسؤول عن تدمير الاقتصاد السوري؟ من المسؤول عن محاولة محاربة السوري في لقمة عيشه؟ وبالتالي اختطفوا للزميل محمد الصغير. طبعا نتمنى يكون معنا قريبا، نتمنى إن شاء الله يا رب ربنا يفك أسره وينضم لنا. لكن ما بنستغرب على الإرهابيين وداعميهم أي أسلوب بيستخدموه، يعني بدءا من القتل والقنص والتفجير إلى محاولة تشويه الوقائع في سوريا وصولا إلى الخطف وغيره. وبالتالي هذه ضريبة يجب أن يدفعها الإعلامي الملتزم بقضايا وطنية. نعم أستاذ، أكيد يعني نحن منقول الحرية لمراسلنا وزميلنا محمد الصغير، ويمكن كل الإعلاميين والإخبارية بشكل خاص عملت هاشتاج الحرية لمحمد الصغير لنوصل قصته وصوته فعلا الإخبارية والإعلاميين بالمطالبة بالحرية لزميلنا. لما فتنا على الإخبارية، يمكن أنا أول تيست عملته بحياتي عملته باستديوهات الإخبارية، دغري أول صورة بتترقى لك هي الاستوديو الأخ الكبير، الزملاء اللي عم يشتغلوا، يعني المدير لما كان عم بيتابع حاطط الهيدفون عم بيتابع عم يسمع الأخبار، يعني اللون الأخضر اللي كان يميز الإخبارية واستديوهات الإخبارية، هي الصورة هيك تنفرش قدامك وقدام ذاكرتك. برأيك شو ميز الإخبارية السورية خلال الأزمة بسوريا؟ يعني الإخبارية كأي وسيلة إعلامية وطنية يعني تصدت لمهمة من نوع مختلف خلال الحرب.
طبعا مواكبة العمليات العسكرية ربما كانت من ميزة للإخبارية السورية. العمل الميداني، العمل الميداني، العمليات العسكرية ضد الإرهابيين كانت الإخبارية يعني أعتقد من وسائل الإعلام السباقة، وهذا واجب على الإعلام. والصور الأولية، الصور الأولية، الأخبار العاجلة، هذا العمل يمكن كان يعني بيستغرق كثير من الجهد، كثير من الزملاء طبعا، والسهر والتعب والسفر الى اماكن بعيده وفي ظروف صعبه ويتعرضوا للمخاطر، ولا تزال الحرب طبعا لم تنتهي. ان شاء الله بتكون في خواتيمه وسوريا بتتخلص من الارهاب، لكن يعني اليوم مثل امبارح مثل قبل سنه وفي بدايه الحرب كادر الاخباري جاهز دائما ليكون على الجبهات وينقل الصوره. الميزه للاخباري كقناه تنقل الخبر انها تكون دائما يعني عندها مصداقيه في نقل الخبر وسرعه ودقة في نقل الأخبار، وخاصة ما يتعلق بالشأن الميداني، وبنتمنى تكون الإخبارية دائما عند حسن ظن المشاهدين في هذا الجانب لأنه أولوي في حالة الحرب اللي بتعيشها سوريا. نعم، يمكن ساز خلال فترة الحرب دائما بتكون المسؤولية أكبر مثل ما حكيت، وبتكون الأولوية هي نشر المعلومة بسرعة وصدق وموضوعية من أجل طبعا تطمين كل الناس عن آخر الأخبار. قدي المسؤولية زادت، وخصوصا لما صار في مسؤولية شهداء، شهداء هن شهداء حق وكلمة، ونحن صار علينا هي المسؤولية، قدي زادت وكيف ترجمتوها خلال العمل هاي السنوات كلها؟ يعني نحن كإعلام في زمن الحرب محاطين بوسائل إعلام ضخمة ذات إمكانيات هائلة تروج لما تشاء حسب سياسات الدول الداعمة لوسائل الإعلام اللي بنتحدث عنها، وبالتالي مهمة الإعلام الوطني بشكل عام والإخبارية من ضمنه أنه تكون دائما على قدر المسؤولية من حيث نقل مثل ما حكينا قبل شوي، نقل الخبر بدقة مصداقية، تكون دائما مع المواطن مع المشاهد في القضايا اللي بتهمه وبتمس حياته ومستقبله وطموحاته. المسؤولية كبيرة يعني، لكن العمل الإعلامي ما بتوقف عند نقطة معينة، دائما الطموح بيكون أكبر طالما في كادر مثل كادر الإخباري مستعد للعطاء ولتجديد خبراته وقدراته ويكون متطور دائما إلى الأمام إن شاء الله. نعم، شكرا لك أستاذة معتصم، هيك أعطيتنا لمحة صغيرة وذكرى من ذكريات هذا المكان الغالي على قلوب الجميع، مو بس على كادر الإخبارية السورية، حتى برا لما نطلع نمثل محطتنا بأي مكان يكون فيه مسمينا قناة الشهداء، وقديه لنا فخر بهي التسمية. الرحمة على أرواح شهدائنا وزملائنا بكافة الوسائل الإعلامية وخاصة الإخبارية السورية، ودائما بنقول أستاذ معتصم أنه صوت الحق لما بيوجه بيحاول اللي عم فعلا عم بيوجعه انه يسكته، فلهيك نحن مستمرين والحمد لله صوتنا عالي وعم يعلى وعم يعلى، وان شاء الله بيوصل لكل العالم بايصال الحقيقه. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك استاذ معتصم.